هو فنان ومطرب وعازف عود وباحث في الموسيقى من مواليد 1983، متحصل على الأستاذية في الموسيقى والعلوم الموسيقية سنة 2007، اختصاص فنون غنائية وركحية، وكذلك العازف على عدة آلات وترية، العود الشرقي والتونسي، بالإضافة إلى أغلب الآلات الإيقاعية، متحصل على بطاقة احتراف فني اختصاص إنشاد. شارك في العديد من التظاهرات الثقافية مع مختلف المجموعات الموسيقية التونسية، فرقة المعهد الرشيدي، المجموعة الموسيقية لبلدية تونس، فرقة البحر الأبيض المتوسط، مجموعة الأخوين أمين وحمزة المرايحي، فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية. هيا نزوروا شيخنا يا فقرة، هيا نزوروا شيخنا يا فقرة، سيدي علي عزوز نشوفو نبرة. الله شو المقام هذا؟ دار الحبايب. دار الحبايب، تفضل. هاي شوية منها يلا. يا دار الحبايب قل لي راحلو فين، تيرارارار. يا دار الحبايب قل لي راحلو فين، وحشني اللي غايب عني سنين. يا دار الحبايب. يزي سليم هاي نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك. يزي سليم يزي يا سليم يزي يزي نكرهك كذا يا ذولي. لا لا برافو برجو ليا شابو سفيان الزايدي. هلا مالك يا مالك مالك يا مالك، انا روحي فداك يا ريت انا معاك. مالك يا مالك مالك يا ملك، الله انا روحي فداك يا ريت انا معاك. مالك يا ملك نيرة يا ملا عويلك بيرة، نيرة نيرة يا ملا عويلك بيرة. كل اللي راكي قول محلك، كل اللي راكي قول محلك، والقعدة معاك قصيرة من نورة يا منيرة يا منيرة. لا 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 يا سفيرة